هذه كان رأيي والقرار قراركم. البصل، عشان تعرف تأثيره على الجسم جرب قص بصلة وشوف شي يصير. الزيوت الكبريتية أو السلفوريك أويلز اللي في البصل تحفز الخلايا اللي في الجيوب الأنفية وتخلي الدموع تنزل، لكن لأن هذه الزيوت الكبريتية لها فوائد مطهرة فتساعد في تنظيف وتعقيم الجيوب من أي بكتيريا، وحتى تحمي الشعيرات الدموية اللي في الأنف. يعني إذا عندك زكام أو احتقان جيوب ممكن تستفيد من دخول المطبخ وقص البصل. لكن تقدر بعد تاخذ عصير البصل تخلطه مع العسل الطبيعي إذا في كحة أو صوتك رايح. وأحلى شيء إن البصل مو بس يعقم الجيوب، المواد اللي فيه خاصة مادة الكورستين تحارب البكتيريا وتقوي المناعة وتعتبر نوع من مضادات الأكسدة الفعالة. إذا تخلط البصل مع زيوت معينة تحسن مفعوله، لأنه يصير أسهل وأرق على الجهاز الهضمي. في أيام الزكام تقدر تقصص البصل وتخلطه مع الزيوت المفيدة مثل الأفوكادو أو زيت الزيتون عشان تستفيد أكثر من فوائده. جرب شرائح البصل الأحمر مع الطماطة والأفوكادو وفوقهم رشة زيت زيتون وسمسم وملح بحر. خلطة تطلعك رأساً من المرض إلى الحيوية والنشاط. هذه كان رأيي والقرار قراركم.